وبركاته. طبعا احنا خدنا في الحصص السابقه درس توفير الكهرباء. توفير الكهرباء استفدنا منه بان احنا نحافظ على الكهرباء ازاي؟ بعده طرق. اولا نفتح المصباح الذي نحتاجه اليه. ثانيا لا نضيء المصابيح كلها مره واحده. ثالثا نفتح نوافذ الشبابي في الصيف لدخول الهواء الرطب وعدم تشغيل المكيف، نوفر المكيف. رابعا لا نستخدم جميع الاجهزه الموجوده في البيت مره واحده حتى لا ينقطع التيار الكهربائي. النهارده درسنا برضو مهم جدا وبرضو هنحافظ عليه مثل درس الكهرباء. حاجه مهمه جدا جدا لولاها ما كانت الحياه على الارض. فسؤالنا الاول علشان نعرف عنوان الدرس، ما الشيء الذي بدونه لا توجد حياه على الارض؟ يعني في الصوره ايه هو بقى سبب وجودنا في الحياه، سبب وجود الحيوان، سبب وجود النبات؟ طبعا هيكون الماء. طب الماء ده مصدره ايه؟ مصدره النيل. تمام ممتاز تمام. افتح يعني لو فتحنا الكتاب على صفحه 36 هنلاقي درسنا بيقول قطره ماء. قطره ماء، كلمه قطره فيها تاء ونوع التاء مربوط، تاء مربوطه منفصله وليست متصله. فيها الكلمة الثانية ماء، نوع التنوين فيها تنوين بالكسر. طيب فيها ما فيها مد؟ نعم فيها مد، مد للألف. طب ما الحرف الممدود اللي هو قبل الألف اللي هو الميم، يبقى قطرة ماء. لو شاهدنا الصورة عندنا في الكتاب صفحة 36 ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ أولا هنشاهد أسرة مجتمعة في المساء تشاهد نشرة الأخبار في التلفاز. فجأة غضب الأب والأم أيضا غضبت، لماذا؟ باسل قال لماذا غضبت يا أبي؟ والتاء على فتحة لأنه بيتكلم مذكر تاء. وبسمة قالت لماذا غضبت يا أمي؟ غضبتي التاء تحتها كسرة لأنها بتكلم أمها مؤنث. طبعا الأب قال النيل مصدر الحياة، النيل مصدر الحياة، من مياهه نشرب ومن مياهه نروي الزرع ومن مياهه تتم جميع الكائنات الحية في حياتها، حتى الحيوان حتى النبات حتى الحشرات. فالأب قال كيف نحافظ على قطرة ماء؟ أو كيف نحافظ على الماء؟ فطبعا قعد استمع إلى عدة حلول. بسمة قالت إيه؟ لن أفتح الصنبورة كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. الصنبور معناها الحنفية. والإرهاب لما زعل وغضب، غضب على إهدار ماء النيل. إهدار يعني تضييع، تضييع ماء النيل. طب عكس إهدار توفير. الصنبور اللي هي الحنفية. باسم قال وأنا سأغلق الصنبور مباشرة عند انتهاء من غسل وجهي. طب الأم ماذا قالت؟ قالت الأم وأنا سأغسل الفاكهة والخضروات في إناء. إناء يعني طبق كبير كده. في به ماء متجدد، متجدد يعني كل ما يتسخ الميه ندلقها ونجيب ميه ثانيه من الحنفيه من الصندوق. الاب قال في الاخر وانا ساستخدم كوبا من الماء عند غسل اسناني. يعني مش معقول افتح الصندوق ربع ساعه وانا بغسل اسناني، لا هاخد شويه ميه في كوب صغير اغسل كل شويه مضمض واجدد. طيب
باشا قال لها فكرة جميلة وأربع حاجات كويسين، لازم أخبر دول زملائي عن كيف نستخدم الماء وكيف نحافظ عليه. بسمة قالت في نفس الوقت وأنا سأخبر زميلاتي في المدرسة بذلك الرقم. يبقى درسنا عبارة عن ثلاث أفكار رئيسية. الفكرة الأولى الأسرة تتابع الأخبار في التلفاز، عرفناها. أضرار الإسراف في الماء، كيفية المحافظة على الماء اللي احنا قلناهم الأربعة. الله سبحانه وتعالى بينهانا عن الإسراف في قوله تعالى في سورة الأعراف: كلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وفي آيات أخرى تقول إن الله لا يحب المبذرين. الإسراف يعني التبذير، والمبذر كان والمبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإحنا لازم نتبع قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. طيب النيل مصدر الحياة، هنا نقدر نحط سؤال: ما مصدر الحياة؟ النيل مصدر الحياة. طيب مصدر الحياة لماذا؟ ازاي؟ كيف فائدة المية؟ قال من مياهه نشرب ونروي الزرع. من مياهه نشرب ونروي الزرع. النيل زي ما قلنا جاي من دولة الحبشة. الحبشة مر بالسودان، دولة السودان، ثم مر لدولة مصر، في الآخر يصب في البحر الأبيض المتوسط. والنيل ليه الرافدين؟ رافد 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 رايح على مدينة دمياط نسميه فرع دمياط، والفرع الثاني رايح على مدينة رشيد نسميه فرع رشيد. هذا هو النيل. طيب عايز اعرف بقى من نتيجة الدرس ان احنا ايه نشوف الأسئلة دي: ما سر الحياة؟ سر الحياة معروف طبعا اللي هو النيل. سر الحياة هو نهر النيل. طب كيف نحافظ على الماء النيل؟ بالاربع عناصر اللي احنا قلناهم: اللالتا بسمة وباسم الاب والام. في النهايه نستفيد من درسنا هذا ان الماء نعمه. المياه نعمه من نعم الله علينا سبحانه وتعالى، فيجب ان نحافظ عليها قدر الامكان. الوقت عندنا ماشي. واخيرا نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.